اليهال وايد بيحبونه لأن فيها معكرونة مسلوقة، وأكيد اليهال كلهم يحبون المعكرونة المسلوقة. بلبس القفاز أول شيء، أنا أحب في كل السلطات أنا أخلط بإيدي صراحة، أحس أن المكونات تمتزج مع الدريسنج اللي بنسويه. مستخدمين نحن خس نوع لولو روسو، هذا اسمه مشاهدينا وايد من الناس يقولون بوكشة، هذا صح إنه بوكشة لكن اسمه علمياً خس لولو روسو. إذا عندكم خس ثاني اللي موجود في البيت عادي تقدرون تستخدمونه. فالحين بس بإيدي بدون سكين أحاول أقطع بهذه الطريقة، بهذه الطريقة بدون سكين، ما بنحتاج سكين لأنه خفيف وايد وما يباله معابل. شوفوا كيف فتتناه بإيدينا. الحين بضيف اليزر، وأكيد فوائد السلطة أنتم تعرفونها أنها مفيدة جدا. ليش؟ لأنها أنتم مباشرة تغسلون الخضرة وتاكلونها، فالفائدة تكون موجودة فيها. بس أهم شيء أنكم تغسلون الخضار بشكل جيد جدا. هذا اليزر حطيناه، الحين بنحط الذرة والخيار. الحين انتم حطيتوا كذا مكون صح؟ تتخيلون كمية الفوائد اللي موجودة في السلطة هذه بعد ما ضفتوا لها هاي المكونات حق العيون من اليزر والخس للبشرة والذرة فيها نشا، النشا هذا يساعد على عدم الشيخوخة، وعندنا الخيار في ماي للجسم. يعني لو وين ما رحتوا ودرستوا بتشوفون المكونات هذه كلها فايدة لنا أصلاً.